أستاذ زعتر تمثيلية من تأليف رشاد حجازي وإخراج علي محمود. معلش والنبي اصل ديكها ما نفعتش طلعت لا وبرضه هتطلع لا كل مره وهتطلع لا كل أبداً مره ابدا 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 المره دي هتطلع اه عملت حسابي انها تطلع اه حادي بادي يا جدع بطل لا اقدر يا سلام عليك يا اخي لخبطتني اوه اقولها من تاني ولا تاني ولا تاني الله راوية جت اهي هتكمل لك الاستخاره نفسها تعالي يا ست راوية خير يا راوية حاضر بس دقيقة واحدة اخد نفسي خارجة من معركة حامية قوي وانتصرت فيها مش كده قلت لك دقيقة واحدة نص دقيقة حتى لا ده انت تلحقيني بقى احسن من ساعة ما سبتيني وهو بيقول حادي بقى خلاص خلاص يا سعيد نتيجة الاستخارة دي عندي انا المستحيلات كام في الدنيا يا نهار احوس برضو لا يعني كام فكروني تلاتة يا ست راوية خلصينا بقى قولهم كده اما اشوفك حافظهم ولا اقولهم انا تعرفي ما اتكلمتيش بسرعه لا الظاهر انك مش فاكرهم فعلا هقولهم لك انا يا سيدي الغول والعنقاء والخل الوفي الحمد لله اتفضلي بقى كملي ضيف عليهم يا سيدي مستحيل رابع قرش واحد يطلع من جيب ماما اسندني يا سعيد انا انت يا راجل استنى اما نشوف كان ردها ايه بالظبط ايوه روي قالت لك ايه سمعيني عاوزين نسمع قولي من غير اي كلام خدتني من ايدي وعلى الشباك اللي في اوضتها يا نهار زي بعضه كانت عاوزه تدلقك منه لا امال ايه وريتني النجوم عظيم يعني نجوم السماء اقرب لي برافو عليك يا عبيد فهمتها لوحدك غريبه قوي امال كنت بتهببي ايه المده دي كلها كنت بتحايل عليها طبعا وبدموعي والنبي يا سعيد حتى اشوف ايه المنديل اهو بيتعسر من كتر الدموع اللي غرقته لا 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 لا, لا. كفايه عليك اللادي كده اتفضل انت من غير ما ترد يا تتفضل ازاي انت مجنون اقف عندك يا بنت اوعى تتحركي انت هتسيبها تخرج ولا اخرج انا من اللعبه الله الخطه يا سعيد الخطه مع السلامه انت يا راوي ولما نعوزك هنقول لك يلا ايوه كده فضوها سيره بقى انا ورايا مذاكره سامع بتقول ايه تبقوا متفقين عليا انتوا الاثنين عيب يا صلاح كده ده انت اخونا حبيبنا حبيبكم مين بقى الخيانه طلع عليا هو بعينيها الوحشه ومع ذلك خلاص قررت قرار نهائي وغير قابل للمناقشه انا مش هتجوز الجواز وحش خصوصا اذا كان الواحد مفلس ايوه كده يا اخي ريحتني حصل خير بقى كانت تضحيه مني عشان خاطرك انت بس يا خبر ازاي الكلام مال كنت عاوز اتجوز علشان اخلف لك بنت ولا ولد يقول لك يا عمو يا سلام ايه الشهامه دي كلها يا اخويا الاكبر وسيب اخوك الاكبر بقى في حسته يا غلبياني كان نفسي اكمل التضحيه واخلف عيل صغير يقول لاخويا الاصغر يا عمو فعلا كانت هتبقى طعمه قوي الكلمه الحلوه دي عمو انت جيت يا عمو جبت لي ايه يا عمو جاب لك الخيبه والندامه يا ابني قتلك اهو
قتلك هو قبل ما تتولد؟ ابدا هيحصل يا استاذ باذن واحد احد هيحصل. امال والدليل باين اهو، سبت راويه تخرج، هي دي بدايه الخط. والله العظيم احلف كده انك لسه عند وعدك. قدامي يا استاذ، قدامي على الست الوالده. هذا الله ليه بس؟ النجوم قدامنا اهي، مش ضروري نشوفها من شباك. بقول لك قدامي يا استاذ وبالتاكيد هيحصل. مش تفهمنا هتقول ايه عشان ابقى معاك في الصوره؟ ولا كلمه ولا كلمة. سعيدة ألطف وأزرف ماما في الدنيا. اسمع يا واد، انت كلمة واحدة في الموضوع ده هتعرف شغلة. أبدا يا ماما، احنا لغيناها خالص حكاية الجوازة دي. انت بتقول ايه؟ لغيناها أستاذ، لغيناها. لسه بعظمة لسانك دلوقتي بتقول لغيت. اخص الله يخيبك، بطل غلبة مال طوعني. يا ايه ده، انتوا جايين تلعبوني مساكة هنا ولا ايه؟ لا 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 لا، صدقيني يا ماما اخويا صلاح رجع لعقله. قال يستحيل اتجوز قبل ما نطمن كلنا على اختنا حبيبتنا. حصل ولا لا يا اخويا الاكبر؟ وعيتك سودة بس لما نخرج. يلا ما نطمن ستنا الوالدة. حصل يا ستنا الوالدة، حصل. غريبة قوي، امال كنتم مبعتين اختكم تتحايل عليا ليه؟ يا حفيظ يا رب، هي فهمتك كده؟ الحقيقة ايه امال عاوز اعرف؟ لا لا اسمحي لي، بنتك دي لئيمة جدا. وملوعة او في الكلام. نتفق على حاجة برة واخش الاقي كلام غيره خالص جوه. برضو مش فاهم. لا انا الحد كده بقى، انا كمان مش فاهم. يفهمك هو. تبقى تسكت خالص يا استاذ، اديني فرصة انا اتكلم. حاضر يا فندم، وقعتك كوبية بس لما نخرج. قلت لك ولا كلمة. خلاص يا عم بقى اهو، اتفضل بقى اتكلم. ايوه كده، تصور يا ماما ندخل عليها نكلمها في حكايه جوازها هي ونوريها العين الحمراء، تقوم بلقماها وخبسها الكبير ده كله، تعكس الايه وتفهمك ان اخوها البريء هو اللي عاوز يتجوز. يا ساتر يا رب، انما بنت لئيمه صحيح. لكن على مين؟ كشفناها خلاص، ابا جزما لازم تتجوز احمد ابن خالد. ايوه كده يا ابني، ابا جزما الجواز ستره. ايوه من ناحية دي اطمني جدا، شخطة واحدة من اخويا صلاح هتسجد مفاصلها. يا سلام، ده انت واد عبقري والله العظيم عبقري. يلا ما تضيعش وقتك، يلا يلا. صح، يلا بينا نشخط فيها. ها يلا. اطلعها. بتنعر كده ليه يا ولد؟ مين بابا؟ ايه الحكايه تفيده؟ الواد ده بينعر كده ليه؟ لا ابدا ولا حاجه يا سي زعتر، ده كان بيتمرن على التنعير كده قبل ما يخرج. بيتمرن على ايه؟ على الاكل يا بابا، كلنا جعانين جدا وعاوزين نتعشى. العشاء اوام يا ماما، عايزين نتعشى، انا خلصت مذاكره. شايفه، الحقينا بالعشاء اوام يا تفيده، احسن العجل الصغير هيبتدي الاخر ينعر. ايه ده، هو كان في عجل كبير قبل ما ادخل؟ الله، ولد كنت قدامي يا استاذ، محدش كان قالك اتمرن. ها افتكر ندخل على الشغل بقى، الحكايه استوت. هي ايه دي اللي استوت؟ الله سعيد يا راجل، يا قلبي احنا الساعه كام دلوقتي؟ الله، ان شاء الله تكون 100. لازم ناخدها كده في حمويتها. ليه يا شيخ؟ طب فين الدكتور بقى اللي هيجي عليك؟ ها انا عارف بقى انت متفق مع مين. تبقى تصبر بقى وتسيبنا نختار الوقت المناسب. والله انا عارف انك هتوديني في داهيه. لا لا لا، بكره صلاح، بكره زي الوقت. يلا سعيد. هيحصل يا اخويا الاكبر، نفسي ومون عيني في كلمه يا عمو. وبعدين بقى في الشعر الابيض ده اداريه ازاي انا دلوقتي؟ بس هي دي، اعمل فرق على جنب. ابدا، جنب واحد اللي هيتغطى. خلاص، اعمل فرق في النص بالظبط. معقوله دي؟ وبعدين بقى في الحوسه دي مفيش فايده، باين برضو. لكن مفيش فايده ازاي؟ اصبغه. هي الصبغه اللي هتحل المشكله، ومع ذلك اصبغه ليه؟ مش جاهز الشعر الابيض ده هو اللي عاجبها؟ يا سلام، معذوره. والله جميل يا واد يا زعفر، جميل جدا. يا عيني يا عيني، اهدى كله اهدى كله. ها
اهلا، حرمنا المبجل. لا يا شيخ، والازازه دي اللي فرغتها على شعر حضرتك. اهلا حرمنا المفخم. سيبك من امور الباكش دي، احكي لي اواب، ناوي على ايه تاني النهارده؟ ابدا وحياتك، عندي كل ما في الامر اني انك ايه؟ قلت اتعطر كده عشان عندي اجتماع مهم مع سياده المدير العام. ايه يا شيخ، من امتى كده حضرتك بتدخل عند المدير العام؟ لا، هو انت ما درتيشي؟ دريت على ايه يا اخوي؟ لا لا، خليها بقى مفاجاه. مفاجاه ايه؟ مش تقول لي. اقول لك ازاي؟ ما انا لو قلت لك مش هيبقى في مفاجاه. يعني حاجه كويسه صحيح يا سي زعتر؟ جدا. اتفضلي بقى حضري الفطار احسن اتاخر على المفاجاه. حاضر، بس كلمه واحده قبل ما تخرج. الفطار يا تفيده، ما تضيعيش وقت. ابدا، لازم تطمني قبلها على المفاجاه. ما اقدرش، لو اتكلمت كلمه واحده هتعملها اللوله من غير مناسبه. يعني خلاص فكروا تاني انهم يعملوك مدير؟ لا لا، حاجه تانيه خالص غير الترقيه. زي ايه بس؟ مش تتكلم. الست الوكيلة يا تفيدة، الست الوكيلة مالها مقصوفة الرقبة دي؟ أول ما شافتني أمنت واعترفت إن أنا بس اللي أنفع. يا خرابي، تنفع إيه؟ لا أقابل المدير العام، يعني أحضر الاجتماعات الكبيرة المهمة مع المدير. وإيه يعني لما تقابل المدير؟ وإيه يعني إزاي؟ بالطريقة دي هطلع فوق 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 أوي. خلاص يا زعتر، اطلع فوق 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 أوي، بس خد بالك احسن تكون بتجر لك ناعم عشان حاجه تانية. لا ما تخافيش عليا يا تفيده، انا صاحي قوي، ما عندكيش فكره. صاحي مين يا حبيبي؟ والله ما انت فاهم حاجه ابدا. الفطار يا تفيده، انا خلاص بربط الكرافطه. حاضر، دقيقه واحده ويكون جاهز. ايوه كده، عرفت اخمها من يوم ورايح هلبس واتشيك على الاخر. امال عندي اجتماع كل يوم مع المدير. أهياني من اللي اسمها ميرفا الدياني. يا أرض حروسي ما عليكي، قمر يا ناس، قمر منور والله. بس أخش عليها بقى محدش معاها بتيتا. يا سلام، مشغولة للدرجة دي؟ خير يا أستاذ، في حاجة؟ لا، انا جيت اهو. وانا بقول نعم يا سي زعتر افندم. غريبه، يا انا مش انا يا انت مش انت. اتكلم على طول يا استاذ، في ايه؟ لا ده مش معقول كده ابدا. فين المقابله الحلوه بتاعت امبارح؟ حلوه ايه يا استاذ؟ انت لازم كنت بتحلم. لا ما كانش حلم ابدا. قلت لك ده حلم ولا علم؟ قلت لي لا علم. حتى بالاماره اترجيتك تقعدي تاني على مكتبك، وقعدت يا فندم عشان اسد. لا لا لا، ما حصلش حاجه من دي ابدا ابدا ابدا، ومش معقول يحصل. لا حصل يا ست الوكيله، والله حصل. خلاص يا فندم، ما دام حضرتك حلفت باليمين الكبير ده، مضطره اصدقك واقول انه حصل. ومش بس ده اللي حصل، ده كلام جميل جدا حصل بعد اللي حصل. لا بقى، اظن كفايه كده قوي يا استاذ زعتر. لا معلش، عارف انك خرجت امبارح وانت زعلانه مني جدا. زعلانه؟ زعلانة من ايه؟ علشان اترددت يعني في الموافقة. موافقة؟ مش فاهمة، موافقة ايه؟ وبعدين بقى في الاحراج ده، حكاية الارتباط دي اللي كلمتيني عنها. صحيح، افتكرت دلوقتي بس اني قلت لك حاجة زي دي. لا، هي كلمة الارتباط دي بعينها. خلاص يا استاذ، وان شاء الله تكون موافق انك ما تسيبش العمل هنا ابدا. عمل ايه؟ الكلام كان على ارتباط من نوع تاني خالص غير العمل. تاني ايه يا حضرت؟ هو ده اللي كنت اقصده. هو عن اذنك بقى، المدير كان طالبني قبل ما تشغل سيادتك. الله، انسه، يا انسه، يا نهار احوس يا جدعان، اكونش كنت بحلم صحيح. لكن بحلم ازاي؟ ده حصل يا ناس، والله العظيم حصل. بس فهمت انا بقى. اهو كده البنية زعلت مني لما ما وافقتش في ساعتها. لكن معلش، اللي وقع يتصلح، واذا كان قلبها اتغير عليا ممكن قوي اخليه يرجع يلهلب. اروح لواحد من اياهم يكتب حكاية بالمحبة. معطلكيش بقى ست ميرفت، كان غيرك اشطر.
موعدنا غدا مع الحلقة التالية. أستاذ زعتر. أيوة أنا الأستاذ زعتر. الأستاذ زعتر، تأليف رشاد حجازي، موسيقى عبد العظيم محمد، إخراج علي محمود.